إنجازات مبهرة وشخصيات عظيمة سطرت تاريخاً مشرفاً لترسم بها الصورة الأجمل لهذا الوطن، وطن عمل على الطاقات وهيأ لها كل السبل لتكون فخراً له في كل المحافل. كفاءات بحرينية رائدة رسمت أسمى معاني النجاح، وضعت نصب أعينها رفعة الوطن والارتقاء به، حاملة رسالة التميز والريادة إلى العالم أجمع. شخصيات بحرينية شكلت قصصاً ملهمة تحكي لنا سيرة أبطالها، نوثقها اليوم لتكون نبراساً لأجيال بعد أجيال تحمل هذه المهمة لأجل وطن لا يعرف المستحيل. كان أمنية الوالد إنه يشتري له سيكل، وراح حق جدي وطلب منه إنه يشتري له سيكل. قال له تبغي سيكل يبغى روح اشتغل أول وطلع لك فلوس واشتري لك السيكل، أنا ما أعطيك سيكل. وراح واشترك وقدم، كان يسمونه الريفانري في بابكو معمل التكرير، وراح وقدم طلب واشتغل على أساس يقرأ العدادات في الإنتاج التكرير. الله يرحمه كان طبعا ذكي وقوة بديهية ويتعلم بسرعة، واختلاطه مع الإنجليز هناك في ذيك الفترة قوت لغة الإنجليزية فيه. أخذ تذكرة 500 فلس وركب البانوش وعبر البحر إلى منطقة الثقبة في المنطقة الشرقية اللي هي الخبر حاليا، واشتغل هناك مع الله يرحمه أحمد الصوفي، هو صاحب الشركة. وهناك في طلب على البحرينيين اللي يجيدون اللغة الإنجليزية. بعد كم سنة، سنة أو سنتين، لما تمكن الوالد في 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 هذه الصنعة، يعني صار له صيت في 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 شركة أرامكو والمنطقة الشرقية والخبر بالذات. بعدين ارتأى صاحب الشركة إنه يدخل الوالد بالفلوس اللي حصلها من عمله في السنتين أو ثلاث سنوات اللي بدأ فيه وياه، كان يوفر فلوس، وبعدين صار شريك مع صاحب العمل نفسه النص بالنص. وبعدين من هناك ابتدت الانطلاقة مع أحمد الصوفي كشريك في 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 المملكة العربية السعودية. وهناك طبعا ابتدت، دخل فتح فروع وفتح محل تجاري لمواد البناء على شارع سويكت. الحين الشارع هذا معروف في المنطقة في الخبر. طبعا
طبعا هناك في كثير من المشاريع الحين معروفة تذكر بالاسم ومواقع معروفة، الوالد كان هو مسؤول لبنائها وتعتبر بصمة من بصمات الوالد. واشتركنا في طبعا تطوير بنى التحتية في القاعدة الإنجليزية اللي يسمونها الحين إلى الآن تسمى آريف في المحرق. آريف هي RAF اللي هي رويال إير فورس. والوالد لما أسس الشركة مع جدي ومع عمي في ذيك الفترة دخلوا أول مشروع، أول سنة سووا كم مشروع صار في خسارة. جدي الله يرحمه قال لا يا أخي أنا ما أدخل في هالأمور هذه، طلعوني من هال لا أعرف لها مقاولات ولا هذه، أنا بطلع عطوني حصتي. طلع الوالد الجد الله يرحمه وظل الوالد وعمي شركاء إلى سنة 70 في 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 تأسيس الشركة هذه. سنة 70 انفصل عمي مع الوالد وظل الوالد هو الوحيد اللي يدير الشركة. هذه كانت البداية. علمني من يوم أصير أن أي شيء صج أؤمن به حتى لو الكل يعني ضده أوقف ويا الحق. وأول هو في حياته الله يرحمه يعني لما مثلاً أدش براسي بعرض كذي ولا وهاللون وأنا أؤمن بهاي الشيء وكذي، لو الكل ينقلب عليه هو يعني عمود فقري. أتذكر بعد وقت اللي صارت في أحداث في البحرين، وأتذكر يعني ناس وايد تدش وتطلع عنده وتبي تتكلم سياسة، قال شوفوا إحنا قاعدين في لندن طاولة حاطين صالونة وعشاء وشيء، إحنا شوفوا نزل هاي قفشته، إحنا يعني شنو بيقول؟ يقول إحنا تجار، إحنا ما علينا من السياسة، إحنا ما نتكلم في السياسة، إحنا مالنا خص، إحنا أهم شيء مصلحة دولتنا، إحنا مالنا في هالسوالف. يقول الواحد ما تبقى لذكرته وسمعته، يعني قال اشتغلوا والناس بتذكركم بالخير. حتى وصلنا لمرحلة في ذيك السنة في 73-74 انه المانشيت الكبير في 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 في, في جريدة الديلي نيوز الإنجليزية البحرينية تابعة لأخبار الخليج أعلنت بالمانشيت الكبير عبد الله ناس بانكربت يعني فلس. ولكن الوالد الله يرحمه كان من الجماعات اللي يؤمنون ان هذا الشغل ربح وخسارة، وابتدى يبني من جديد وغير حول المطالبات البنكية إلى برنامج دفعات على مدة مطولة، وردنا إعادة الهيكلة في الشغل وابتدى يبني الشركة مرة ثانية ورجعت على عافيته في بداية الثمانينات. يعني ظل تقريبا 7 سنوات ل8 سنوات واحنا تقريبا تقدر تقول في 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 في, في صراع لارجاع الشركة لمستواها اللي كان عليه. من الستينات إلى الآن إحنا عندنا بصماتنا كثيرة في البحرين على مستوى خريطة البحرين. افتح خريطة البحرين وشوف من شمال البحرين إلى رأس البر،
بيشوف دور شركة عبد الله ناس في كل المشاريع الكبيرة، في بناء مثلا ألبا، مصنع ألبا كان لنا دور من أول تأسيسه، عندنا حصة كبيرة في الخط، بناء الخط السادس اليوم، والخط الأول احنا بعد شسبة اشتغلنا فيه. ميناء خليفة كان لنا دور في بنائه، ميناء سلمان في تصليحه، بناء جسر المحرق القديم الأساسي كان الأول، هذا اللي هذا يفتر بالحديد، كانت العبارات تمر هذا البواخر يفتح، وهذا بس احنا بعدها عملنا جسر جديد مع فيتس باتريك، شركة انجليزية اسمها فيتس باتريك، وكنا نشتغل معاهم لبناء جسر المحرق، اول جسر محرق ذيك الايام. حتى مسجد راس رمان كان نهاية الجسر على فكرة، الجسر يبتدي من راس رمان، مسجد راس رمان الى المحرق، هناك سوق المحرق. تصور اخر مشروع نعتز فيه اليوم بنيناه وافتتح بسمو الامير الملكي الشيخ سلمان بن حمد سمو ولي العهد، اللي هو الأفينيوز، هذه طبعا من المشاريع اللي نعتز فيها، ونبنى في 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 وقت قصير جدا، 18 شهر. طبعا هذا الجسر كان مهم جدا، حيوي يربط بين القاعدة القديمة الأمريكية والجديدة، وبني حوالي 200 متر بعيد عن الشارع. الجسر مبني من نوعين، اللي هو من الخراسانة والحديد. بناء وتحريكه من موقع بناء إلى الموقع النهائي حقه، هذا إنجاز ما صار في البحرين. وعندنا إحنا التقنية لبناء وتحريك أوزان من هالنوع بالكمبيوتر والإلكترونيكس والهذا، وبعدين البوزيشنينج، القواعد كانت جاهزة وإجت جات وركبناها في نفس هذا، وأخذت على تركيب الجسر 11 ساعة. في يوم وليلة توقف البسار على الشارع بس 11 ساعة، وكان ولا كأنه، وتركب خلال الليل والناس ما كانت تعرف، وتفاجأت إنه كان جسر متركب وجاهز. مبنى أركابيتا في بحرين بي مع المسجد العصري هذا اللي قدامه، هذا احنا بنيناه، بس طريقة بنائه من فوق لتحت مو من تحت لفوق، لأن الانجينيرينج حقه خاص وطريقة بنائه يختلف، لأنه هو تقريبا بناية 30 طابق بس مبطوح. لحد الآن أحسن مشروع لي أنا اللي أفتخر فيه، اللي هو علم البحرين، اللي يعتمد، اللي هو الوورلد تريد سنتر أو المودا مول يسمى، الحين صار لاند مارك وشعار للبحرين تقريبا في 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 كل المحافل الدولية. احنا في الستينات الشركة هذه انبنت على اكتاف الشباب البحريني، معاملته مع الموظفين والعمال مثل الاخوان يسمى، وكانوا عاداتهم ياخذون معاشهم باليوميه، لان كان هو محاسب ومدير وكل شيء، كان الوالد ما عنده الموظفين، وهو بعد يشتغل وياهم في الحفريات، ينزل معاهم في 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 الحفريات ويحفر معاهم ويتغدى وياهم ويتعشى وياهم، واخر النهار ما يقبلون الا القروش، يعطيهم يعني المعاش كل يوم بيومه. كانوا يتزورون في بيوتهم، يتعشون ويتعازمون، وهذا يعني كأنها عائلة أكثر من عائلة. في الستينات والسبعينات
أو بداية السبعينات تقدر تقول، ما كان في عندنا عمالة أجنبية غير هالعمان. شقيق عمان ما شاء الله هم الرجال بعد اشتغلوا وبنوا البحرين ولهم بصمة في البحرين، ونشكرهم على ذلك. أسس فكرة إعادة تأهيل البيوت الآيلة للسقوط، وبعدين تبنتها الحكومة وبالأخص الإسكان. مساهماته في الشأن الرياضي كبيرة في جميع الأندية تقريبا، الأندية الصغيرة والكبيرة. إسهاماتنا في نادي المحرق طبعا أهم شيء بالنسبة لنا إحنا، بس إحنا محرقيين بعد آخر المطاف. في الأول ثانوي قال لي أخذ شنطتك واطلع برا، ما كنا نتكلم حتى كلمة إنجليزية، وأرسلنا في مدرسة داخلية في إنجلترا. تعلمنا الإنجليزي، اللغة الإنجليزية، ما رجعت لأنا متزوج. يعني ضليت حوالي 8 سنوات برا، وجيت مع زوجتي بعد في الاستثمار. عشت في أمريكا وفي إنجلترا 4 سنين و4 سنين تقريبا، 8 سنوات هنا. خلط الوالد بين التدريس وتعلم العملي، وكأنه يعني تقدر تقول يسوي تدوير في الشغل في الديبارتمنت. يعني شغلنا تقريبا داخل المكتب في الحسابات، اشتغلنا حتى في التريدي، كان عنده محلات تجارية بعد، اشتغلنا في البيع والشراء وكل هالأمور هذه. وكان يحرص على أساس نكون تواجد نجلس في الاجتماعات، في المفاوضات، في التعامل مع الأشخاص، تقييم الموظفين. هذه اكتسبناها بالخبرة من تعليم الوالد وتوجيهه لنا. بالنسبة للحوم مثلا، اللحوم كانت هناك فترة ركود كبير رهيب جدا في قطاع المقاولات في البحرين، وذلك في الثمانينات. الوالد قاعد يفكر، روح مناش بناكل وش بنسوي؟ يعني هاي حالتنا، سنة في شغل وسنة ما في شغل، ها، ومخاطر كثيرة، احنا ليش ما ندخل في مجال ثاني؟ الحين الناس عندنا ركود، والله ما عندنا ركود تاكل. ها، ليش ما نفتح قسم حق الاكل؟ ها، سواء ركود اقتصادي، ما في ركود اقتصادي، او هذا تبي تاكل، وما دام الناس تولد يبغون بعد زياده اكل كل سنه. ليش ما نفتح قسم استيراد ماكولات؟ هذا كانت البدايه، لانه ما كان في ركود كبير في هذا، وبالصدفه يعني هذا تكون هذا القسم، وما شاء الله نما عندنا قسم ثلج. في ناس كثير ما تعرف ان هذا الثلج، شركة ناس للثلج ومش عارف ايش، بس هذا 70% من انتاجه يروح لاستغلاله لانتاج الخراسانة. Thank you.
يحب الفن. لما اشتغل بالسعودية كان آخر إذا في حفلة سمع عن حفلة جاية في أم كلثوم راح تعمل حفلة على طول نص مدخرات ويشتريها في تذكرة ويسافر على القاهرة يحضر حتى حفلات أم كلثوم. عبد الله ناس كان يعني صراحة عانى 12 سنة مع المرض. العام الحزين هذا لما افتقدناه وأنا بالذات أكبر أولاده وكان حمل ثقيل علي أنا. ومو بس كذا الكرسي اللي تركه كبير جدا علي أنا من الإرث اللي عمله والاسم وهذا لا يمكن يعني صراحة احنا عشنا تحت ظله وتحت طاعته تحت متابعته وتوجيهه يعني كان فقدان كبير بس هذا امر رب العالمين والحمد لله والله يرحمه واحنا يعني صراحة في ذكراه كثير دائما وما عمله وبصماته موجودة في البحرين والناس تذكره بالخير. على آخر حياته يعني كل الهوزات والبايبات اللي دخلوها فيه قطع قلبي إني أشوفه. وكانت في فترة إنه كان مرقد على الفراش الله يرحمه بس أتذكر راح صوته ما كان يقدر يتكلم يحاول كان يقطع القلب يعني تقول ريال اللي كله بغشمرته وهيبته وكل هاي يعني شلون استغفر الله الإنسان يوصل إلى أرض العمر. هو عبد الله ناس ما مات بالنسبة لنا إحنا حين تصور إحنا حين جالسين اليوم وقاعدين نتكلم عن عبد الله ناس بعد 3-4 سنوات عن وفاته فتبين يعني معناته إن هناك شيء طيب الحمد لله رب العالمين إنه عمل شيء لبلده ولا أهله ولا ناسه في البحرين وإخوانه وأصحابه. أهم شيء البني آدم يترك السمعة الطيبة اللي تذكره بالخير. والله يرحمه يعني راح الحمد لله من ربه. كان شيء وايد صعب بالنسبة لنا كانوا عميد العيلة تحس إن حياتك توقف شو تسوي وين تروح أول يعني هو الكل في الكل وهو اللي حط هنا توجهاتنا ويعني كل شيء هو اللي حدده يعني الله يرحمه هو كلمة الكل في الكل وأنا يعني كنت انتهز الفرصة أي شيء أبي يا يدتي الله يرحمها واللي يعني كلمته أقوى من يدي بقول لك حاجة يعني الوالد من التربية اللي رباني إياها صراحة هو طاعة ولاة الأمر مهم جدا كان يعودني أطلع وياه لمجالس القيادة مرة من المرات ما أنساها هذه سمو الأمير الملكي الشيخ خليفة يعني نروح مجلسه كنا نصطف علشان نسلم على سمو الأمير يوم واحد كان هو انشغل الوالد يسولف مع واحد وأنا واقف في السرة وقدمت قال لي طول العمر يه وين أبوك؟ قلت له ورا شلون أنت تقدم قدامه؟ ها؟ شوف مجلس طول العمر مجلس تربوي أنا أروح هناك أتعلم منه ها والوالد عودني من الصغر على هالأمور هذه نبدي الرأي ولكن لا نخلف الأمر